رحمة، طفلة شاءت الأقدار لها أن تأتي للدنيا بعملية قيصرية في أحد مشافي مدينة التربة بمحافظة تعز. جاءت بعين واحدة وأخراها تعاني بما يعرف بغياب مقلة العين، بالإضافة للشفة والحنك المشقوقين. نعملنا لبيب وبعدته دحين نعمل لبس شرنقة نطع بزي بالشرنقة بزي لبن بالشرنقة نعمل كم مثل ما نسمع رتلة رح عامل راحمين ما تشرغش ولا تعمل شي لا بحمى ولا بطارش ولا بشي وعيونه نسمع عم ما تراش على ما هاي إلا الدموع يمشين بس ولا الأنف حقي والكناس معورين يشالوهن عملية. ظاهرة نادرة تمثلت في وجه الطفلة رحمة لأسباب جينية وبيئية، ومن أهمها استخدام الأم للأدوية أثناء فترة الحمل الأولى بدون استشارة، وإصابتها بالحصبة الألمانية وتعرضها للإشعاعات والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المعلبة بكثرة. طبعاً الطفلة رحمة ولدت عن طريق عملية قيصرية أثناء حضورها إلى المستشفى. تفاجأنا جميعاً في الطاقم الطبي في غرفة العمليات بأن الطفلة تعاني من تشوه خلقي، غالباً هذا التشوه الخلقي هو عبارة عن تشوه خلقي ولادي، تعاني من أكثر من تشوه خلقي. التشوه الخلقي الأول هو عبارة عن غياب مقلة العين بالكامل على الجانبين، وتحديداً الجانب الأيمن أكثر من الجانب الأيسر. بالأمر الآخر الشفة المشقوقة بالإضافة إلى الحنك المشقوق، وهذه تحتاج إلى عمل آخر. بالنسبة لمثل هكذا حالات تعد الأسباب الرئيسية لمثل هكذا حالات أسباب عديدة، ومن ضمنها الأسباب الجينية، وكذلك هنالك أسباب بيئية عديدة. طبعا نحن نعرف في خلال الفترة الأخيرة تكاد تكون أكثر من حالة تتواجد فيها مشاكل خلقية نتيجة الوضع الراهن في البلد، التعرض للإشعاعات، كذلك النمط الغذائي السيء من قبل الأمهات. الأمر الآخر هنالك نوع من أنواع الأدوية التي تستخدمها الأمهات، كذلك الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الحصبة وما إلى ذلك قد تكون هي السبب الرئيسي في إحداث مثل هكذا التشوهات. لهذه الحالة مضاعفات كثيرة، منها التهابات الأنف والأذن الوسطى والتي قد تسبب الصمامة ومشاكل في النطق. وتجنبا لكل هذا تحتاج رحمة أن ينظر لها بعين الرحمة، بحيث تعرض على مركز متخصص في تصحيح العيوب الخلقية. تحتاج هذه الحالة إلى عرضها على مراكز متخصصة، بداية من جراحة الفم والفكين، ومن ثم جراحة الأذن أو الحنجرة، وبالإضافة إلى الجراحة التجميلية، وكذا قد تحتاج ما بعد ذلك إلى الجانب النفسي حتى تتحسن الحالة. الأمر الآخر بالنسبة للمشكلة الأخرى التي هي الرئيسية غياب مقلة العين، تحتاج إلى مركز خارج البلد لأن محجر العين بالكامل غير موجود، فهي قد تكون هنا لا يوجد هنالك تصحيح عيني لإعادة الرؤية، وإنما التصحيح خوفا من وجود التشوهات، عدم اكتمال نمو العظام على مستوى العينين بسبب وجود أو بسبب عدم وجود محجر العين قد يكون سبب رئيسي في نمو شاذ بالنسبة لعظام محجر العين. فلذلك تحتاج هذه الحالة إلى دعم سخي من فاعلين الخير، ولأن الحالة بالكاد تكون شبه معدومة. نرجو من فاعلين الخير لا بهن لله بهن تقوى الله وهن خمسمه يتساعدوا مع هذا الابن من سبيا عمل العملية للبنت هذه، حصل الله ربي ووفقهن ويستر عليهن ويرحموا حالة الابن هذا، والعيون حقه يحتاجن إلى فتح أو حاجة إن ما هلش عيون. ضرورة توعية الأم الحامل بمخاطر استخدام الأدوية بشكل عشوائي شيء ملح لتجنب العديد من المخاطر الصحية التي قد تصيب الجنين. هذا الشيء ساعدني إحنا ندخل البنت هذه تعز ولا عدن ولا أي مكان، أنا ظروفي ما تحمل، أنا أشقي عامل يوم هال يوم ما هانس، أشقي على البنوت هذه الثنتين. 7-3-8-4-0-4-9-1-4. رحمة ضحية هذا الجهل، وقدر قد يكون بائسا إن لم تجد من يغير مساره قريبا وقريبا جداً.